401 من 410 ما شاء الله. عرفت بقى ان دي منين؟ من بث مباشر للوزارة على الفيس. قول لي بقى كنت بتذاكر كام ساعة في اليوم؟ من 5 لـ6 ساعات بس. بس حتى قبل الامتحانات يعني كانت بتزيد شوية قبل الامتحانات بس زيادة بتبقى حل وكده يعني. ما شاء الله. ايه الصعوبات اللي واجهتك خلال امتحانات الثانوية العامة او فترة الثانوية العامة؟ التوتر اكبر حاجة. التوتر ده دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتواجهك يعني؟ واكيد صعوبات في المناهج بس هو التوتر هو الاساسي يعني. وتغلبت على التوتر ده ازاي بقى؟ بمساعدات من العيلة والاصحاب يعني. كنت تتوقع تجيب المجموع ده يا اسلام؟ انا كنت متوقع اجيب مجموع كويس بس مش التاني على الجمهوري. مش التاني. اتكلمني بقى عن نفسك يعني. انا عارف ان الوالد دكتور والاخوات كلهم دكاتره. يعني وانا كنت عايز اخش طب من الاول، انا تخصص جراحه. تكمل مسيره الوالد يعني. مثلا والاخوات بقى انت ترتيبك كام في الاخوات؟ الاخير، هما اتنين اختين اكبر مني دكاتره ما شاء الله يعني. قولنا بقى كنت بتاخد دروس خصوصيه ولا كنت؟ لا مجاميع عاديه، من الدروس العاديه الكبيره يعني. بتاخد مجاميع عاديه في المدرسه؟ بتبقى في سنترات وفي في مدارس بس هي الغالبية في سنترات يعني. يعني مثلا كنت بتاخد درس في كل المواد؟ درس واحد في كل مادة. طب احلامك المستقبلية ايه يا استاذ؟ ان شاء الله اخش الكلية، انا عايز اجيب مجموع عالي ابقى معيد او دكتور في الجامعة وممكن اتخصص جراحة بس يعني، وده المخطط لحد دلوقتي يعني. بس كنت بتاخد بقى دروس هنا ولا في فرسكور ولا في دمياط ولا؟ لا هو كلها في هنا والروضه وفرسكور، كل الدروس هنا والروضه وفرسكور. يعني ما خرجتش بره؟ لا لا. المدرسه دي اصلا اسلام؟ الشهيد مرخ. الشهيد مرخ. طيب زمايلك بقى جاوا ايه اخبار اصدقائك مجامع ولا لسه مجامع؟ لا لسه المجامع ما بنتش، هم كلهم طبعا كلموني يباركولي وكده بس يعني لسه المجامع ما جاتش. توجه رساله لوالدك تقول له ايه؟ والله اشكره على المساعده يعني طول السنه. نفس الكلام يعني. ما كلهم ساعدوني ما فيش اكتر يعني. يعني كنت مذاكر 6 ساعات بس يا اسلام في اليوم؟ ما زدتش يعني. بالتوفيق ان شاء الله.